أسفرت عمليتان انتحاريتان وسط العاصمة التونسية عن مقتل رجل أمن وإصابة 8 أشخاص بينهم 3 مدنيين. الهجومان استهدفا سيارة أمنية قرب السفارة الفرنسية في جادة شارل دي غول وسط العاصمة، وأيضا مقرا أمنيا في منطقة القرجاني في ضواحي تونس. هذا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين. استفاقت تونس على تفجيرات دموية قرعت أبواب العاصمة وبددت سكونها والهدوء الأمني فيها. تفجيرات متزامنة استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الفرنسية بالعاصمة ومقر الوحدة الوطنية لمقاومة الإرهاب بالقرجاني وديوان الإرسال الإذاعي بمحافظة قفصة جنوب البلاد. تفجيرات راح ضحيتها رجل شرطة بلدية وأصيب آخرون ومعهم مدنيون. أحداث فتحت مخيلة المحللين على عدة أسئلة سياسية. تقول هذه رسالة بأن الجماعات الإرهابية في تونس لا تزال نشيطة ولا تزال تلعب دور مهم رغم الضربات التي تلقتها منذ 2 سنين وهي قادرة على إفساد المشهد السياسي في تونس. استهدفت التفجيرات رمزية إحدى المقرات الدبلوماسية والمنشآت الأمنية الحساسة وفي شارع يمثل شريان الحياة والاقتصاد في تونس. لم يلملم البلد جراحه حتى تلاها إلى مسامع التونسيين نبأ تعرض الرئيس لوعكة صحية حادة، الأمر الذي دفع رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة. في الأثناء تحول رئيس الوزراء من شارع الحبيب بورقيبة لمعاينة الوضع الأمني إلى المستشفى العسكري للإطمئنان على صحة الرئيس. العملية هذه تهدف إلى إرباك التوانسة والاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي، وإحنا على أبواب موسم سياحي وبضعة أشهر من الانتخابات، ولكن حاب نقول للتوانسة أنه عقيدتنا راسخة وأنه المجموعات هذوما ما عندهمش مكانة في تونس وحربنا معهم حرب وجود، حرب حياة أو موت. أحداث تبرز أن مهد الربيع العربي ما يزال مهددا، تحيط به مؤامرات وتترصده مخاطر بحسب متابعي الشأن السياسي. الإرهاب يضرب مجددا العاصمة تونس، يوم حزين تشهده البلاد التي تتهيأ لإجراء انتخابات بعد أشهر قليلة، وهو ما يضع فرقاء السياسة أمام امتحان صعب في كيفية تجاوز خلافاتهم والمضي لاستكمال المسار الديمقراطي. وسام الدعاسي، العربي، تونس. قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري. ووصف مستشار في الرئاسة التونسية حالة الرئيس البالغ من العمر 92 عاما بالحرجة، لكن المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة دراج أكدت أن حالته مستقرة حاليا وأنه يخضع للفحوصات الضرورية. من جانبه قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إنه زار السبسي في المستشفى مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بوضعه الصحي. مع الآن من تونس الكاتب السياسي نور الدين العلوي. سيد نور الدين، أهلا بك. نبدأ بتبني تنظيم الدولة الإسلامية لهذين التفجيرين، ما دلالة ذلك؟ مساء الخير. نبدأ بتعزية أسرة الضابط الذي استشهد اليوم في العملية، ونعزي الأسلاك والجهاز الأمني بصفة عامة على ونشجعهم ونشد على أيديهم في الوقفة الحازمة التي وقفوها اليوم، وندعو لرئيس الدولة بدوام الصحة والاستمرار في مهامه الدستورية كما نتوقعها ونتمناها. ولكن هذا التنظيم الذي يظهر فجأة من الركام نعتقد أنه غير موجود بشكل فعلي، وإنما هو أداة تستعمل واسم يغطى به جرائم لا علاقة لها في الحقيقة بشيء نشك في وجوده أصلا، ولكن نعتقد أنه مجرد تغطية على من سيخسرون في الانتخابات القادمة وقد قربت واستحال تأجيلها
وتبين أن كل الرأي العام وكل الطبقة السياسية والأحزاب متجهة بعزيمة نحو الانتخابات بما يعني استمرار مسار الانتقال الديمقراطي. هذا يؤكد أنك تتهم طرفا سياسيا معينا بالوقوف وراء هذين التفجيرين. نعم، هناك خاسرون في الانتخابات القادمة هم نفسهم الذين خسروا انتخابات 2014 والذين خسروا قبل ذلك 2011. نعم. المسار الديمقراطي الذي يتقدم عبر الانتخابات هو الأقرب إلى نفوس الناس، وهو الذي يحوز على حماسهم وعلى توجهاتهم، ولدى الجميع رغبة في أن نستمر في هذا العمل السلمي الديمقراطي نحو استقرار كامل للدولة حتى لا تتعرض إلى أزمات من هذا مثل هذه. وهل نجحوا ولكن في ذلك برأيك؟ هل يعني أن كلما اقتربت الانتخابات، نعم، هل يعني أن الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف تؤجل إلى الأعوام المقبلة؟ هل نجحوا في تحقيق هدفهم؟ لا أعتقد. لو نجحوا، نعم لو نجحوا لربما شهدنا انكسارا حقيقيا للمسار الديمقراطي ولعملية الانتقال السلسة التي تجري في تونس برغم كل العوائق الداخلية والتحريض الخارجي. ولكن ما نراه اليوم بعد تقييم أكثر من 12 ساعة على مرور الجريمتين الإرهابيتين وعلى جريمة بث إشاعة موت رئيس الدولة، نعم، لأن المصدر واحد، مصدر الذي حزم الإرهابي بالحزام الناسف والذي بث إشاعة موت رئيس الدولة هي جهة واحدة أرادت خلق حالة من الهلع وحالة من الانكماش تؤدي إلى نوع من الفوضى وينتج عنها تخريب. طيب سيد نور الدين، تتحدث عن طرف حتى يصير المسار الانتخابي، نعم، تحدثت عن طرف محلي داخلي مستفيد، نعم، من هذين التفجيرين، وأيضا لمحت إلى طرف خارجي، من تقصد؟ الأشياء معروفة والمسميات معروفة. أعداء الربيع العربي الذين خربوه في سوريا وفي مصر وفي خربوه في اليمن واعتدوا عليه في البحرين ويواصلون تخريبه في ليبيا وخربوه أخيرا في السودان هم نفس الذين يخربون في تونس، وإذاعاتهم وتلفزاتهم أوشكت اليوم أن تعلن الاحتفالات وتطلق أبواقها بالزغاريد لأن التجربة التونسية المستعصية على التخريب قاربت أن، ولكنهم خابوا وخاب فعلهم وخاب سعيهم. الآن أنا مررت بشوارع كثيرة في تونس، التونسيون يسهرون يتمتعون بصيفهم، يستقبلون أخوتهم الجزائريين بحفاوة لأن الجزائريين صاروا من السياح في تونس. هذا ما أود أن أسألك عنه سيد نور الدين، مستمرة بشكل عادي بالنسبة للقطاع السياحي الذي، نعم، شهد انتعاشا في الآونة الأخيرة، هل سيكون له تأثير سلبي عليه خلال فترة الصيف؟ لا نعتقد ذلك. أي سائح الآن أجنبي بتونس يستطيع أن ينقل إلى العالم صورة بلد مستقر هادئ، مقاهيه مفتوحة، مطاعمه مفتوحة، شبابه يمر بمرحلة امتحانات، غدا ننتظر نتائج الأولية لدورة البكالوريا، نعم، الجامعة تختتم سنتها بإصدار النجاحات، كل شيء على ما يرام، البلد يسير بشكل عادي، وما حدث اليوم قوس أغلق بعد ساعتين برغم الألم الذي أصاب الضحايا وبرغم خشيتنا أن لا يعود الرئيس إلى تمام صحته، نعم، ولكننا بخير ونرسل إشارة متفائلة لأصدقائنا في كل العالم. تونس مستعصية على الكسر، تونس تجربة خرجت من عنق الزجاجة الذي يراد سجنها فيه، ونحن نتقدم نحو الانتخابات ونحو الديمقراطية. شكرا جزيلا لك سيد نور الدين العلوي الكاتب السياسي، نحن بخير.